لحظات الأخيرة شاهد روم، فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس في منافستها على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. قيمة الجائزة 100,000 ريال، وهو مخصص الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 إلى 6 سنوات، والتي انتصرت من انتصار إلى 3 انتصارات. الانطلاقة تبدأ مشاهدين من قداح في المركز الأول، المركز الثاني يشاهد غرثوب، والمركز الثالث مشاهدين العميرة. هذه إذن انطلاقة الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط، شوط كأس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. قداح في مقدمة هذه الجيادة بالنايت شيفت مع الانطلاقة الأولى، غرثوب المركز الثاني بطول تقريبا يبتعد عن قداح، وفي المركز الثالث عميرة. مشاهدين الكرام، والمنافسة المثيرة ما بين مختلف الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط. السد في المركز الرابع يترقب الموقف، وفي المركز الخامس مهاوش أشاهد المنافسة المثيرة من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. مشاهدين الكرام، أعزائنا المتابعين، كأس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التقدم إذن مع قداح في المركز الأول، المركز الثاني كما ذكرنا لكم غرثوب، والمركز الثالث عميرة. محاولات من ضلع للتقدم للمركز الرابع. مشاهدين الكرام، المنافسة المثيرة، عميرة من الخارج يتقدم، ابن أقول لك يتقدم للمركز الأول مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. عميرة المركز الأول، ضلع المركز الثاني من الداخل، تحادي ما بين قداح وعميرة. قداح من الداخل يستعيد الصدارة والتقدم. مشاهدين الكرام، المنافسة المثيرة ما بين الجياد والأفراس، التقدم يأتي من فهم أيضا للدخول، وقداح بكل قوة يتقدم لكأس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. قداح من نسل نايت شيفت يتمكن من